قول النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. هي زين أبيت رب العالمين على الله زين. فهل يتكلم النبي صلى الله عليه وآله مجازا كما نحاول ويحاول الناس المتشرعة أن يفهموه أنه قلبي مجازا وروحي مجازا؟ لا، لا حاجة إلى المجاز، إن المجاز على خلاف الأصل وخلاف الظاهر، وإن النبي صلى الله عليه وآله مبرأ عن العاطفة والعصبية الأسرية والأبوية أكيدا، وإنما لا بد من فهم هذه الأحاديث فهما حقيقيا مطابقا للواقع. إذن فهي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقلب ليس هو العضو الذي يوزع الدم، أو لربما قلت في بعض الخطب السابقة ذلك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن فهي قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المعنى، سبحان الله واضح. وماذا عن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلب رسول الله صلى الله عليه وآله به ماذا يتصف من صفات حتى يكون هو يعني هذه الصفات شاملة حتى للزهراء التي هي قلبه في الحقيقة؟ قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم.